إذا على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. قصة اللي معنا اليوم قصة مؤلمة، قصة ديال واحد الأب، قصة ديال واحد الأب اللي كان كما كنقول كان بخير وعلى خير الحمد لله، كان غادي مع الوقت غادي مع الزمان، مكافي خير وشر كما كنقولوا. الحياة ديالو غتنقلب نهار اللي قطع فيه الرجل ديالو، نهار اللي غادي يقطع فيه الرجل ديالو الحياة ديالو كما قلنا تقلبات رأسا على عقب. حاليا هاد الكرسي المقعد اللي جالس عليه ما بقاش عنده القدره والاستطاعه باش يجيب كما كنقولوا طرف ديال الخبز للوليدات، ما بقاش عنده كيفاش يدير. الهدف ديالو في الحياه يعني هو الحمد لله، دائما الانسان كيقول الحمد لله، ولكن الهدف ديالو في الحياه قل ثانيه. لا حول ولا قوة الا بالله. ملي مرضت وداكشي ركبني السكور وداكشي، من وراها درت العملية هي فاش قطعت رجلي. لا حول ولا قوة الا بالله. وعندي زوج وليدات، واحد كيقرا واحد في التكوين وكاري، والمدام عندي كتخدمها في الميناج وداكشي. هادشي باش يعني مولات الدار مسكينه هي اللي دابا مولات الدار هي اللي كتصرف علينا مره هي اللي هزه مسكينه هاد الهم. هي اللي هزه هاد الهم. هي اللي هزه الهم. دابا انت شنو الطلب ديالك خويا حسن؟ طلب غير تعاونوا معايا على شي رجيله باش نعود نتمشى شويه ونخرج، نقدر ندير شي بيعه وشريه. يعني مثلا الى صوبت لك شي رجل صناعيه يعني المهم فعلا بعدا تتمشى وداك الشيء تقدر دير شي بيعه وشريه وداك الشيء، وتعاون الوليدات تعاون المصاريف. يعني جنس صناعيه كرسي متحرك واحد. كرسي متحرك ولا رجل صناعيه باش كتقنت من هنا، كتبقى مريح، كتحس بالقنتة. بالقنتة هنايا، حيت ما كتمشى ما والو، كتبقى هنايا. لا حول ولا قوة الا بالله. دابا المسألة ديال المعيشة كيفاش ديال المعيشة؟ المعيشة المدام عندي هي اللي كتسير وصافي. لا حول ولا قوة الا بالله. راك عرفتي زعما كنت تقدر على المصروف هي مثلا ديال الجوليدات وديال الراجل مثلا، وهذاك الشيء اللي عايشين باش معطى الله. وداك الشيء كاري اخويا حسن. كاري شحال كاري اخويا؟ كاري ب 70 فرنك. 70 فرنك. ولكن كاري قديم غتكون؟ كاري قديم. ياك كاري قديم. شحال تقريبا معايا؟ تقريبا شي 23 عام ولا 25 عام. دابا هاد الوقيته دابا باش تقول لي. لا ما تلقاش. ما كايناش. يعني لحسن الحظ كما قلتي انه الحمد لله كاري قديم. كاري قديم. ملي كنتي خدام اخويا حسن كانت الامور المهم مزيانه، بعدا كتجيب مصاريف وداك الشيء، المدام تي كتجيب مصاريف كنتعاونوا على ذوك الوليدات وعلى الكرا. المهم دابا عاونتهم ولا صدام. دابا قل داك الشيء. قل المصاريف شويه قلت. يعني دي اول مره كتخرج للاعلام اخويا حسن؟ دي اول مره. شنو هي اول مره؟ حيت باش تسمعوك دابا لا كتسمعش، هضر في التالي كتسمع. اسمح لي نشوف واحد التليفون. مرحبا. ربما يكون شي ولد الناس. الو سلام. لا حفظك الله يبارك فيك. قولي. شوف تي في هذه. شكون؟
لا لا ماشي جيت على الطاوية. اساسي جابو درنا السلام عليكم. جيت على الطاوية باغي نشوف. لا دابا انا داير معاه دابا لايف انا شوف فيلم. مرحبا خويا شنو حكيتي خويا؟ مرحبا. دابا لا فهمي خويا واش انت دابا هاد السيد دابا علاش تواصلتي معاه دابا؟ علاش تواصلتي معاه؟ لا هاد السيد دابا كيف تواصلتي معاه؟ علاش تواصلتي معاه زعما؟ علاش صونيتي عليه زعما؟ ولكن هذا السيد هذا اللي كنهضروا معاه دابا حاليا راه مسكين هو عنده مشكل. كوك هذه النمره ديال هذا السيد هذا ماشي ديال شوف تيفي. لا لا مرحبا مرحبا خويا مرحبا مرحبا خويا مرحبا مرحبا يلا 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 مرحبا. هذا النمره ديالي تسالي هضر معاه تسالي هضر معاه خلي دابا التليفون تسالي هضر معاه. هضر معنا خويا حسن. دابا سولتك واش اول مره كتخرج للاعلام؟ زيد عندك الميكرو وهضر معايا خويا حسن. اول مره كنخرج ل... اول مره خرجت للاعلام؟ اول مره خرجت للاعلام. اول مره بنتي مع قناه شرق اول مره. يعني دابا لانك كما قلتي لي عييتي ومليتي انك عم ريح الدار. عم ريح عم ريح ما كتديرش ازيد كتقول انا هاد المراه مسكينه. قلت يعني بحال ما دير والو بحال ما دير والو بحال زيد مع الدراري وصافي. ولكن الحمد لله خويا الحمد لله شكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شنو الحاجه اللي كما كنقولوا تفرحك دابا خويا حسن؟ تفرحني هي شي رجيله وشي كرسي. يا خويا الكرسي غتخرج بعدا فهمتي غادي غادي تشوف العائله وغتسير ماشي ولا درتي رجيله بعدا غتمشى ماشي بحال لا مريح وداك الشيء كتقنت. كتقنت الا شافوك بعدا بالرجيله ماشي بحال شافوك مشيت تقلب على رزقك. مشيت تقلب على المعيشه ديال مع الدراري ان شاء الله. واخا الرقم ديالك عطينا الرقم ديالك بعدا راح كتبناه غير عطينا الرقم باش يتسجل 06 81 70 69 32. عاود الرقم 06 81 70 69 32 06 81 70 70 69 69 32 32 صافي. إذا خليك معايا خوتي المغاربة. خونا حسن أنا نقول لكم النوع ديالو خونا حسن. نتمنى يكون التحليل يعني هذا المتواضع اللي عندنا بحكم هاد التجربه ما نقولوا اللي ركمنا في هذا الميدان هذا. خونا حسن اول حاجه مسكين حشمان لانه ما عمرو كان كينتظر في الحياه ديالو انه غادي يخرج بحال هكا وعنده وليد شاب عنده 20 سنه في التكوين مسكين وعنده الوليد الاخر عنده 12 سنه مسكين باقي في الدراسه. اخر حاجه كان كيتوقعها خونا حسن هي انه يخرج يعني كنعرفوا الكاميرا شي حاجه صعيبه اللي الناس كلها كتشوفك الناس كلها كتشوفك يعني بحال كتعطي وجهك للعافيه. خونا حسن ما مولفش مسكين هذا الشيء ما مولفش كما كنقولوا يقول انا عاونوني بهذا المعنى ولكن قدر الله وما شاء فعل. خونا حسن تردد ويعني فكر مئات ومئات المرات باش تواصل معنا هو اللي خلاه يتواصل معنا غير من خلال واحد السيده كنا وقفنا معها مسكينه في سبيل الله وتهي الحمد لله تعاونوا مع الناس ودات واحد الكرسي متحرك الحمد لله هي اللي عطاتو الرقم ديالي ياك اخويا حسن. كنزه اي مو بلا ما تسنى هي اللي عطاتو الرقم ديالي يعني عطاتو واحد الامل كما كنقولوا قالت لي لا يعني هو تردد كنقول لكم هذه سنوات هو كيتردد غير عام ونص دابا هذه باش 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 حيد رجلو مسكين خلي سنوات المرض سنوات المرض راه من 2015 مارس 2016 من 2016 هو السيد مسكين ملازم فراش ولكن كما قلنا اللي عطاه داك الامل هو ديك السيده ملي تلاقات معاه قالت لي لا وخصك تخرج تهضر مع خوتك المغاربه راه يعاونوك باش دير واحد الكرسي متحرك باش تولي تتقلب على راسك كما ديك السيده مسكينه حتى هي ولات كتبيع كلينيكس المهم ما كتمدش يديها وهادو هما الناس اللي خصنا نعاونوهم
هما دوك الناس اللي ما عندوش ديك في الدم ديالو في الطبع ديالو انه ديك تطلبت كما كنقولوا. العكس هو حسن خونا بغى مسكين كيقول لك انا ما يعطونيش فلوس، انا يمشي معايا بنادم فهمتيني، يمشي معايا بنادم يديني يدير لي جلسه اصطناعيه في سبيل الله، ماشي امر، لا ماشي امر، ماشي امر، غير كيقول رجاء ديالو هو انه تمشي يمشي مع شي واحد يدير لي جلسه اصطناعيه، يمشي مع شي واحد مسكين ياخذ ليه كرسي متحرك باش يولي يخرج يقلب على رزقه. قال لك انا قنت، انا كنحس براسي زيد في الدار، انا كنحس بالمراه ولات هي الراجل، هي كل شيء، هي المراه، انا كنحس براسي ما داير والو، انا صابني الياس في الحياه ديالي لانني ما بقيتش كنتحرك، ما بقيتش اكتيف كما كنقولوا. هادشي اللي خلى خونا حسن اليوم يخرج ويعطي وجهه للعافيه بهذا المعنى، لانه الاعلام كنعرفوا الاعلام راه سيف ذو حدين. هادشي علاش اللي خلى خونا حسن كما قلت اكيد كتعرفوا الحمد لله ملي كنتفاعلوا مع شي حاله راه حنا كنتفاعلوا معاه، ملي ما كنتفاعلوش راه كتحس براسك انت بعدا اصلا ما تفاعلتيش مع ديك الحاله. فهادشي اللي واقع لخونا حسن هو هذا. مسكين انسان ما عمره خرج الاعلام كما قلنا، ما عمره قال راني خاصني وراه ما عنديش، ولكن مكره اخاك لا بطل. هذه اللي بغيت خوتي المغاربه يفهموها. ودابا حاليا لاحظوا معايا خونا حسن واقف مسكين وكيتلفت للشارع مره حيت بحال ما راضيش، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اذا نتمنى منكم خوتي المغاربه اللي ما غيساعدش خونا حسن على الاقل يبارطاجي معاه هذا المباشر ديالو، يكون سند ودعم وعون لخونا حسن. ونتمنوا والله قادر على كل شيء انه البسمه ترجع لخونا حسن، ونشوفوا شي كرسي متحرك جات خونا حسن، نشوفوا جلسه اصطناعيه تصوبت خونا حسن، ونجو نشاركوا معاه ديك الفرحه ديالو ورفقه الاهل ديالو، وما ذلك على الله بعزيز. حتى لهنا غادي ننهي هذا البث المباشر، على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر، على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى اللقاء.